هي المزيد تنضم الينا فرح مراد محللة اولى للاسواق الماليه لدى اكويتي. اهلا وسهلا بك فرح. شكرا لك. فرح، لنبدا من قراءتك للناتج، بيانات الناتج المحلي الامريكي، هل ترينها ايجابيه؟ يعني ملاحظ انه الاسواق نوعا ما، على الرغم من المراجعه اللي فرجتنا كنا متوقعين 3.3%، كنا 3.2، ولكن فرجتنا او العنوان الرئيسي انه الاقتصاد الامريكي قوي، الاستهلاك قوي، ولكن لازم نكون عم نشوف ولازم نكون عم نقارن الناتج المحلي الاجمالي مش بس بالاقتصادات الاخرى لنقول انه الولايات المتحده قويه، ولكن لازم نقارنه بالدين كمان في الولايات المتحده. واذا بدنا نقارن بشكل بسيط جدا لاعطي ارقام بس لنشوف الفرق، زي الزودة اللي شفناها على الناتج المحلي الإجمالي عم نحكي بحدود 335 مليار، أما في الدين عم نحكي عن 835 مليار. يعني ببساطة تقريبا لازم نكون عم نتدين 2.5 دولار لنشوف انعكاس دولار على الناتج المحلي الإجمالي. ليش بيهمنا هذه المعطيات؟ لأنه وقت نحكي عن سوق الدين الأمريكي عادة ما نقول عنه أنه هو الأقل خطورة، نحن متوجه له لأنه هو الأقل خطورة، منه الهايلي فوليتايل، عم نحكي عن الأسهم. ولكن في هذه الريشو اللي عم نشوفه أو الناتج أو الفارق ما بين الدين وما بين الناتج المحلي الإجمالي، بخلينا نشوف هل فعلا هو هالقد آمن، هل فعلا الأسواق السندات الأمريكية آمنة مثل ما نحن يمكن عم نساعدها في الوقت الحالي. طيب فرح، بالنسبة لبيانات التضخم المرتقبة، يعني هل ترينها قد تغير نوعا ما المعادلة؟ هلا لا اظن انه قد تاتي كمان البيانات اليوم بمفاجاه كبيره جدا للاسواق. عم نشوف تقريبا عم تيجي البيانات يا اما افضل شوي من التوقعات، اقل شوي من التوقعات. ولكن ليش بهمنا اليوم بيانات الاستهلاك؟ لانه البيانات الاستهلاك نوعا ما اهم للفدرالي من التضخم بشكل عام او تضخم الاسعار، لانه هون محل ما يمكن سياسات الفدرالي بتاثر. اذا كان احنا عندنا تضخم بسبب مشاكل سلاسل التوريد او مشاكل العرض، هيدي خارج اطار يمكن تحكم كمان البنوك المركزية، ولكن الاستهلاك مهم جدا. مش هناك أظن قد تكون الأسواق حساسة أكثر للبيانات اللي حتصدر اليوم تقريبا بحدود 5:30. إلى كمان جانب عنا بيانات مطالبات البطالة، بيانات مهمة جدا لأنه كمان بتفرجينا قديش نحن في عنا لا يزال سوق العمل قوي ولا لا، مع موجة من يمكن التسريحات أو من الفصل اللي كنا عم نسمع من كمان بعض عمالقة التكنولوجيا كمان في الفترة الماضية. أظن العمل والاستهلاك هو الأهم من بس بيانات تضخم كمان خصوصي للفدرالي. حتى في منطقة اليورو نرى رأينا اليوم أيضا صدور هذه بيانات من فرنسا وألمانيا وغدا أيضا، هل ترينها تؤثر على معنويات المستثمرين إيجابا؟ على اليوم لاحظنا انه على الرغم نحن عم نشوف تراجع مثلا في الـ يمكن الريتيل سيلز، كنا عم نشوف تراجع بالتضخم كمان، كنا عم نحكي عن المانيا او عن اسبانيا او فرنسا كمان. ولكن اذا بدنا يعني احنا بفتره دائما تراجع التضخم ولو كان نوعا ما عندنا بيانات سلبيه، ولكن الاسواق عم تترجمه بطريقه ايجابيه، والمستثمرين اليوم رحبوا بهالبيانات، ما اثرت على معنويات الثيران، بالعكس عم نشوف داكس واصل كمان لمستويات قمم تاريخيه. الأسواق تتوقع أنه مع هالبيانات السلبية معناتها المركز الأوروبي ما رح يقدر يستمر في هذه اللهجة المتشددة لفترة أطول، تقليص الفائدة يعني في الأفق أنه نحن عم ندعم الأسهم، ومش هناك عم نشوف ارتفاع في مؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم. طيب لننتقل قليلا للعملات المشفرة، ورأينا ارتفاعات قوية خاصة على البيتكوين يعني عند حدود 63,000 دولار. يعني لماذا الآن هذه الارتفاعات قوية رغم أن موافقة الصناديق كانت الشهر الماضي، وأيضا هي كانت هناك ارتفاعات متواصلة نوعا ما، لكن لماذا شهدنا هذه الارتفاعات القوية الآن وهل ستستمر خلال الفترة القادمة؟ معك حق بهذا السؤال، خصوصي منلاحظ في سوق العملات المشفرة وهالفولاتيليتي المرتفعة اللي منشوفها في هذه الأسواق ما بعد الخبر، خصوصي إذا كان خبر متوقعات الأسواق، بتيجي موجة جني الأرباح أو موجة بيع الخبر ما بعد شراء الشائعات. فوقت ظهر الخبر تراجعت أسعار البيتكوين بشكل كبير، وكنا عم نوصل تقريبا لأقل من 40,000، ولكن من بعدها بنرجع منشوف استدامة يمكن المعنويات والتدفقات كمان إلى داخل الصناديق الاستثمارية في البيتكوين كانت عم ترتفع بشكل يعني واضح،
مقارنة على فكرة إذا نشوف من ناحية تانية كان التدفقات الخارجية من صناديق الاستثمار في الذهب كانت عم ترتفع. ولكن كمان لازم نتذكر إحنا في عنا العديد من الأمور الأخرى اللي بتأثر على حركات البيتكوين. أولا كان في عنا مايكرو استراتيجي من أهم الشركات اللي كمان تحتفظ بالبيتكوين، ارتفعت يمكن شراء للبيتكوين ب 3000 بيتكوين ما بين يعني عم نحكي فبروري 15 و25 في 10 أيام، فهيدا أمر آخر كمان بدعم معنويات الشراء في الأسواق. ومن الأمور الأخرى لازم ناخذها بعين الاعتبار أكيد في عنا شركات كبرى بلشت عم تعمل يمكن عم ترحب بالكريبتوز بالمطلق. وكمان من ناحية تانية في عنا سايكل الهالفينج اللي عادة ما يعني أنه قدرة الماينرز للاستفادة من البيتكوينز الجديدة يعني تتراجع إلى النصف، وعادة ما تؤدي إلى تراجعات شدناها في شهر جانيوري ومن بعد ارتفاعات اللي عم نشوفها اليوم. شكرا لك فرح مراد كنتي معنا. شكرا لك.